ملعب، لكن في بطء في نقل الكرة منقولة للأمام طويلة وعالية عالية عالية. الله الله على أروع كرة، على أجمل تمريرة. شوف الآن المسألة ما يحتاج لها يعني لمسات كثيرة، لمسة ونظرة وتحرك، وبرافو برافو 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 على اللاعب الحقيقة اللي لعب الكرة بشكل يعني متقدمة أبدا، كانت على المراكز ما بين الـ11. تمريرة ضربت المدافعين أتراب. الله هجمة بهجمة، كرة بحاجز الشباك، جودين أترام. شوف اللعبة، شوف كيف انضرب بلمسة واحدة على خط المدافعين، كانوا يلعبون على خط واحد وكأنهم يتابعون الحكم المساعد هناك، وبالتالي جودين أترام وتحسب لحارس الصدر. لكن اللعب ما كان جميل، لعبها بشكل عشوائي في وسط الملعب. اتخلصت منقولة للأمام، طالع حارس المرمى خاطئ، جو جو. الله لعبة جميلة من ديبا ألونجا، ديبا ألونجا يسجل أول أهداف في المباراة. أن تخطئ أمام ديبا ألونجا عليك أن تأخذ العقاب مباشرة، هو الوصول إلى الشباك، تسجيل أول الأهداف في المباراة بعد 18 دقيقة. هي التمريرات انضربت واحدة ما مشت، لكن أخذ الحارس، أخذ الدفاع باي باي وراح على الشبك، أول أهداف في المباراة. رائد التحدي يعلن راية التحدي من البداية، أول أهداف في المباراة أو بمحاولة للرائد. الرائد يقدم اليوم مستوى رائع جدا في الدقائق الماضية، تصويبة لكنها وصلت إلى حارس المرمى. أترام محاولة دخل منطقة الخطوة، تصويبة لكنها سهلة. يطالب مدربه بالتغيير لكن ما تم تغيير. محمد الشهراني قف على كورته، محاولة هيئها، كرة منقولة للأمام وتخلصت، ما في تفاهم ما بين المدافعين، دخل ما بينهم ديبا ألونجا، خطيرة خطيرة، جول جول. الله الله يا ديبا ألونجا، لا تخطئ أمامه أبدا، فالعقاب موجود. فالهدف الثاني يسجل ديبا ألونجا، لغة التحدي تظهر في مباراة اليوم. ديبا ألونجا اللاعب الهداف اللي يعرف طريق المرمى، وبأخطاء المدافعين وبأخطاء المدافعين، لكن ديبا ألونجا يعرف كيف يعاقب وكيف يسدد في المرمى. هدف ثاني لرائد التحدي، هدف ثاني لرائد التحدي بتوقيت أكثر من رائع. ما يطلب الرائد التحدي ليس أكثر من ذلك، هدفين في شوط خاصة لإنهاء شوط المباراة، ويبدأ محاولة من خارج منطقة الجزاء إلى خارج الملعب، تصويبة قوية جدا. أمامنا دقيقتين وقت بدأ ضائع، جودين أترام من طلق، محاولة بشيك، محاولة بشيك، قول الله. فيما لو تسجل أعتقد أن هدر يدخل يرجيب في شوط المباراة الثاني وهو مرتاح، ولكن يبدو أن صفرة فهد العريني قريبة. أحمد الخرا ضاعت على فريق الرائد، بالتالي هذه الكرات، تصويبة، الله. خالد رجيب وقف أحمد الكسار ثابت مكانه وصوب الكرة، وبالتالي عدت إلى خارج الملعب. خالد رجيب من خارج منطقة الجزاء صوب على يمين الأول، هجمة مرتدة يقودها عصام الراقي، تمريرة ما فيها شيء، انطلاقة انطلاقة، ممكن ثالثة ثالثة انطلاقة، صوب مر من الأول لكن استعجل، باقي عنده في النفس ممكن يمشي، وبالتالي هذا ديبا ألونجا يعتذر من زملائه. شوف اللقطة، شوف ما فيها تسلل من وسط الملعب، ما فيها تسلل أبدا، انطلاقة وكان شايفين انفتحت الزاوية. ماجد يمرر، توفيق يسيطر، يلعب كورة، تصويبة، برافو. الفريق الرائد يتراجع، محاولة داخل منطقة الجزاء، لعبة خطيرة وعدت إلى خارج الملعب. ترى ما فيها شيء، ما فيها شيء خالد رجيب، لكنه ما هو ضابطة مع الهداف. اللاعب الهاوي يعاني من إصابة، وكرة منقولة داخل منطقة جزاء حارس المرمى، ما زالت خطيرة خطيرة لهجر، صوبت داخل الجزاء، تخلصت إلى خارج الملعب. لقال لك أحياناً اليوم هجر يدور على الجول الأول، اللعبة بالرأس وبعيدة حتى هذه الكرة من أمام خالد رجيب، انطلق من وسط الملعب في المساحة الملعوبة، ممتازة للرائد، محاولات ممكن تصويبه، يتحرك بشكل رائع، أخذ المساحة صوب ولكنها عدت إلى خارج. شوف التحرك من غير كرة بشكل ولا أروع من أحمد الخير، يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، لعبة بالرأس،
خطيرة جدا، ولكن حارس المرمى أبعدها عبد السلام المدافع العمر في لمسة واحدة ضرب كل اللاعبين في محاولة في تصويبه إلى خارج الملعب. تصويبه عبد السلام اللي حاول يسدد ولكنها عدت إلى على ملعب محاولة لهجر، محاولة دخل من الجزاء، خذوها التمريرة ولكن طالت من الثيف في محاولة تصويب جول. يا باتريسيو اليوم لقال لكم عاند حتى في هذه الكرة، حتى في هذه الكرة خالد رجيب. غريبة جدا من مهاجم فريق هجر في أسهل الكرات، في أسهل من هذه يا رجيب أبدا. ضاعت الكرة في نهاية شوط المباراة الأول وضاعت مرة ثانية. خذ لفيصل تمريرة الله بشكل رائع، رائعة جدا برائع، ما فيها شيء ما فيها شيء ما فيها تسلل، اللاعب هو متسلل، جول جول الله. السلام الشريف المرة الثالثة، ما هي ماشية مع رجيب ولا هي ماشية معاك. الحكم المساعد الأول في مباراة اليوم حسن الأسمري، برافو. إذا ما كان فيها تسلل، شوف شوف اللاعب اللي جاي من الخلف، بس هل كان فيه تداخل؟ عاد خذها يا عبد الرحمن زيد، لا والله رفع رايته ونزلها، رفع رايته على فكرة حسن الأسمري. ثالثة في دوري زين، هذه كرة مقولة، محاولة، هدف أول، هدف أول نعم لهجر، هدف أول في الأوقات. وأخيرا عبد اللطيف البهداري يسجل الهدف الأول والهدف الثاني الشخصي له في دوري زين السعودي. اللاعب الفلسطيني عبد اللطيف البهداري يسجل هدف أول، وبعد ماذا؟ وبعد ماذا؟ بعد أو يعني يعلن صافرته. ألف ألف مبروك لفريق الرائد، استحق هذه النتيجة عن جدارة، بجدارة عمار السويح وبجدارة لاعب فريق الرائد. ألف مبروك لجماهير الرائد، الجماهير الكبيرة التي تنظر إلى فريقها في هذه المباراة، بل تنظر إلى العشر نقاط وتنظر إلى مستقبل الرائد في القادم، إلى ما هو أفضل. هارضك لهجر، لم يقدم ما يشفع له في مباراة اليوم. أحاديثنا مشاهدينا الكرام لن تنتهي، في هناك حديث